صبايا يسعد صباحكم. اليوم أنا عندي رقاب منظفة من العظم، شوفوا شايفين؟ فهون بدي أحشيها في حشوة مميزة وجديدة. عندي هون تفاح مقشر أخضر صغير، عندي فطر، عندي ألوان للفلفل مع البطاطا الكرزية، ليمون، ملح، فلفل وليمون. عندي بدي أفلفل عليه الفلفل والملح مع بعض. هون بدي أرشه على الجهتين أول إشي، شايفين؟ أحطكم هيك على الخفيف لأنه فيها، شوفوا هي هيك تبناها في الملح والفلفل. هون بنحط التفاح، الفطر والفلفل الملون. عندي هون البندورة الكرزية كمان، والليمون والملح والفلفل، شايفين؟ وبدنا نخلطهم. صبايا انا ما حطيت لا زيت ولا سمنة داخل الحشوة لانه مدهنة من جوا الرقبة. الان بدي احشي الرقبة، شايفين؟ بدي احشيها على الاخير. كمان كمان هاتي، حلو. والثاني نفس الاشي، حطه هون. الان بدي الاعواد هذول اسكرها من هون، انت انا من هون، شايفين؟ اي طريقة بتسكري فيها تمشي معاكي. شوفوا بدي اسكرها من هون ومن هون وبرجع لكم. صبايا هون شوفوا هاي الرقة وسكرناها في العيدان، وهون نفس الاشي. الان بدي اجيب، شايفين؟ باقي الحشوة ادخلها. شوفوا هالمنظر، بالله عليكم عمركم شفتوها هالحشوة؟ اشي واو، شايفين؟ هون بدي بعد ما حطيت الحشوة فيها، شايفين؟ هون بدي احط شوية سمنة بلدي هون، وهون شوية سمنة بلدي، ادهنها في هالطريقة. طبعا اكيد بدها ساعتين في الفرن هاي، اذا بدك اشي زاكي ساعتين، شايفين؟ يعني ما راح احط عليها اشي ثاني. بس صبايا رجعت لكم بعد ما انشون الرقاب اللي عملتهم. يعني والله انا نفسي ما كنت اتخيل يطلعوا في هالطريقة هاي او في الشواء هاي، وبعدين نازل منهم مية، قديش نازل منهم مية، شايفين؟ فاشي مش طبيعي والريحة مش طبيعية. يعني لأول مرة هيك انا بشوف رقاب محشية بدون عظم. دائما اللي بشوفهم كلهم في عظم، هاي انا عابيتها بدون عظم، فبتمنى من الجميع كله يجربها. شايفين كيف الحشو من جوا صبايا؟ اشي مش طبيعي. Thank you.